أهلا وسهلا وما بقدر إلكم هالحقيقة اسمها بيتاغورس أخذت من وقتي مش ساعات زمن ما بعرف كم يوم وكيف وما قدرت أحكيها. وإجاني خبر مريم ما تقوليها للعرب ما بيستهلوها، ما حدا بيقدر يأمرني بستهلها وما بتستهلها. أنا ماني عرب وماني عايشة مع العرب الجراب وماني عايشة مع الأبراج والأجراب، مع إنسان حطيتها بكتاب الدافل الشيطان ورح أجرب أقولها قد ما بقدر. لو بخاف منكم 99% من أمة العرب عندها جهل غريب. قلتي محمد مش محمدا، هل وصلنا لهالانحطاط؟ ما في تقدير للعلم، التقدير هو للصرمية وللحرمية والحركات وهالبرامج. عيب عيب، كلمة عيب دعانا فيكم، يعني مسلسلات. ولو انت يلي امك وبيك، يعني بيت الخال نسيت اسمكم بس بيك يعني غير بالانجيل يحترموه انه هو بيعرف يكتب الانجيل، وامك شو هالضحكه وشو هالشكل وشو اللي عم تعملوه، شو هالالبسه؟ كيف فيك تنام يا بيير الظاهر؟ كيف فيك تنام؟ وعدت وعد انك تحط حضره بتلفزيونك، رح تفوت معك على شخير القبر هالكذبة. شو هالبرامج المنحطة؟ كلكم هي اللي وصلنا لهالمسلسلات. دراما دراما كوين اللي بتبكي وبتفرجي ايدها يا وضفيرة وحركاتها هي بتشوفوها برا، بتشوفوها بشي منحطة محترمة. شوفوا سفيرة امريكا شو بتلبس، كيف بتمشي بين الناس، هاي اللي هون. شوفوا بناتنا، شوفوا هالفنانات، شو عم بيصير بناتنا ورجالنا؟ الحلو جواب هون من كبار علماء العالم بيتاغورس، راح على مصر قال لهم انا عالم كبير، شو عم تقولوا لي؟ قالوا له ما فيك تفوت تحضر أي حضرة إلا بدك تصوم في صيام. قالوا له أنا مسيحي كاثوليكي أنا هيك أنا روم أنا شو ما بدكم. قالوا في صيام مميز بس أنا ماني مسلم. قالوا مش صيام المسلمين، 50 يوم تقعد بلا أكل وبلا تنفس. صار في بالالوف منهم هلا. بعد 50 يوم قال كنت ميت، كل الماضي كنت ميت. قالوا له شو شفت هلا؟ هو وعته ناصيتي بيديك استفتي قلبك ولو افتوك. ما تقري الفاتحه اذا كنت صادقه. زوجتك نفسي فهل قبلت بدون كلام بصمت العارفين؟ تعجب قالوا ليش هيدا هالعلم؟ قالوا لي هيدا العلم منه بالكلام، ما فيك تنشره فيك تعيشه. 99 اسم وصفة وفعل بأسماء الله الحسنى بس 100 ما بتنقال، بتختبرها. الاختبار سبق التعبير. حطوه بالصيام وقالوا له انت ومغمض عينيك هالطاقتين هون بيفتحوا هاي، مشان هيك الحبيب لعن النامصة والمتنمصة من محبته ومن رحمته إلنا. هالعلم موجود بأمة العرب، موجود بالكتب، موجود بموقع بيت الله، هيدا بيت الله. انتوا جربوها. كم مرة بالنهار غمض عيونك؟ الجنين هيك حرف الميم محمد مريم مسيح موسى إبراهيم
وأنا النقطة. بدك تكون بحضرة، هيدا منه برنامج، هيدي فك البرمجة هون. ما بعرف شو بدي أقول، بعرف إنه جاي وأقعد معكم وأسمعكم وتسمعوني، بس ما في احترام لهالعلم ابدا بامه العرب، ولا في احترام لاي اشاره واي بشاره بقولها لك يا سعود الفيصل. انت بقلبي، ان عشت او مت انت حي. صدق خيك عبد الرحمن، بعدك بتروحوا على المستشفى وهالمره اجت خادمه عندكم. شو عملتي نازك الحريري؟ شو عملتي احمد زكي اليماني؟ امرني تحط ايدي هون، قال لي كل شي بروح على مكه ما صارت معي، اعطاني حق فرده صرميه. ونازك الحريري اشاره كونيه، لا شكرا لا ماديا ولا معنويا. بعد سنتين تلفنت على بيت الملك وانا هونيك، طلعتيني ضحكي، قلت لها قبل ان يجف عرق، بعثت لي فرده صرميه، هي فرده احمد زكي اليماني فرده. فرادا أتيتم، فرادا تعيشون، وفرادا ترحلون. بندر، إذا معي تأجيب تاكسي وإجي لهون منك يا هيفا. أنت اللي قدرتي ماديا ومعنويا، بس ما حدا ضوى أنديله. طلعت من بيوتكم أنديلي مضوى، ما حدا ضوى أنديله، لأنه هاي مرة ما بتصوم ما بتصلي، بتلبس مدري كيف. بس شفتوا إشارات على صفرتكم وعلى صفرة البدو وعلى الطريق. شو عملتوا بهالبشارات وهالاشارات اللي اجت؟ عم تفتحوا مستشفيات؟ بندر، كتابي معك واكثر من كتاب، 1 اند 0 انت ومرتك، ما بنسى. يقولوا لي السواقين عندك والحرس، على طول حامل كتابك خط ايدي. سعد الحريري، ما في نهار منك بقلبي. شو عم تعمل؟ بدك ترجع تعمل على الكرسي؟ صارت تفال هالكرسي، بتقعد عليها. سعد، نعم، ما في مستقبل وما في ماضي، الماضي مضى والمستقبل غريب، الآن هو الزمان والمكان. شوفوا شو بتعملوا تتشيلوا هالأمة العربية، ترفعوها. ورفع الميزان بالإنسان، بيتاغورس حطها هون. ما فيني احكيها في عرب، بتعرف سلفي ملفي، سلفي يعني سلفي. انا بغيرها على الارمنه، بطلب منك بدون اي لقب، خينا وابني، وابني بالروح ان شاء الله اذا سبقتك صلاه الغائب منك. حسن نصر الله، في كتار بحبوك بامريكا، فادر نصر الله، حطوا صورتك. وليه؟ وقلت له معناته يهود كيف بتحبوا؟ قالوا لي اعتذر يا حبيب قلبي انا، وهيك الفاتيكان اعتذر. كلنا بنغلط، اذا غلطنا بنكون بشر، واذا ما غلطنا ما بنتعلم. بس ما في ذنب، كلمه ذنب منا موجوده باللغه الاراميه. في من الضالين، كلنا اذا ما ضيعنا الطريق، بس اجي بخبرك مطرح ما كنت وضيعت الطريق، شفت اشياء كثير حلوه. عشان هيك وقت اللي شفنا موسى الصدر، انا شفته المسيح. ما فيني إلكن الاشارات، ما فيني إلكن شو عطاني. اكتب على الحيطان بدي اياه موسى الصدر. يقولوا منيح اللي زوجتي منا معي، بخبركم شو مره فرجيكم الصور. ولما سميني مريم نور بأمريكا، أو شو قلت له هي الاسم، قال لي اللي سميكي Living Christ Consciousness. بيعرفوا بعضهم من غير كواكب، بيلتقوا. وفينا انطوى العالم الأكبر. فإذا لا بقى نلتهي يا أخوتي، هيدا بيحمل هاي وهيدا بيحمل هيك وهيدا بيدق هيك وهيدا بيعمل هيك. صرت أنت مكنة آلة مع آلة، حضرة مثل هاي وبعدك قاعد. أنا ما بصدق بس أطلع من الاستديو كيف بدي أوصل على البيت، لأنه البيت فيه حضرة. كتار إجوا على البيت وشافوا إشارات، واحد منهم شاف إشارة اليوم عنده
unlimited credit cards من امريكا ومن كندا، بعيش مع السجون يصرف 40 دولار بالشهر، حيفي بدم مجرم لانه حاضر لك ان ياخذ يتعاطى مخدرات، وطلع على البيت عندي دفع شوفين ثلاثه والثلاثه شافوا، وقت بتصير نو مايند شافوا بيت عشان يسرقوا تيسرقوه، مشان البيت في كتاب وفي زريعه وحصيره. اتصل فيي بالبيت بتشوفوا حضره لانه موجوده فيكم، بس جوا لما بتتفاجئوا هذا بيتك يا مريم، هيك اوسخ بنايه بس الطابق الخامس ما له علاقه بحدا. اجت مره عندها سرطان لعندي عم بتموت، قلت لها قعدي معي 10 ايام، قامت في ليل قالت لي حدا حط ايده على صدري، طاقت نور شو هالبيت؟ من اغنياء السعوديه وسوريا، تركت 200 دولار، قلت لها بتاخذيه وبتروحي على الطريق، ما راح اطلب لك تاكسي، مع السلامه. رجعت مرضت بالسرطان، قلت لها لا، مره بترحمك الارض، ثاني مره. الذين جاهدوا باموالهم وبانفسهم بكل العالم العربي بس هالمره، ولا وقف ولا غني ولا حدا، كل ما املك بعيش اللحظه ومعجزات كثيره. مع الجماعة بتروح صرمية برا، ما بعرف من كم سنة هالصرمية إلي، وثلاث بدلات، وحدة لبسها وحدة بالغسيل ووحدة معلقة كفنك، وما بيبقى أكل بعد الساعة 6 حتى مي، تتروق وبتتغدى بسيط ما في عشاء، بس تبلش الشمس عم بتغيب الجسد ما بيهضم الطعام. هون سر ما شافوا نار ببيته على ثلاث اشهر. كل شيء حكي الحبيب ما حكى شيء عن الجسد ابدا، حكي عن الساجد بهالمسجد بهالمعبد وبهالهيكل، بس نحن أمة جهل وأمة هبل. كتاب خير جليس يلي بده يجي لعندي، منك جاي تتصح من السرطان، تتصح من هالميزان الملوء عندك انت تجلسه. ما عرفنا نعيش نعرف نموت، بتصير تعرف وين رايح. عندنا اكثر من مركز فينا نكون فيه بلبنان، بالجنوب، بالشوف، بالخنشاره، ببيروت، ولكن بدي انسان، ما بدي جسد، ما بدي بس الناس التلفين دخيلك فيني اسالك كم سؤال. من صوتكم بعرف هالجهل. هلا بقول رقم التليفون 01-33-33-10، هلا بلشوا يدقوا يا خي الجواب لحوي، ها مش على التليفون، هيدي حضرة الجواب، ها تقعد تقرا الكتاب خير جليس موجود. يعطي اعذار انه ما عنده انترنت، ما بدي الاموات، دعوا الاموات يدفنون بعضهم البعض. إذا بكل مليون في واحد إن شاء الله. ميتشو منه متأمل، قال لي إذا بالمليار لقيته، قلت له هيك ثلاثة أربعة يعني. هلا عنا إعلام على الإنتر لايت جوا، بالملايين بفوتوا على موقع بيت الله. بس بركي كل يوم هيك واحد. بالكويت ما عندي حدا، اللي بتعرف ساكتة ما بتحكي، قالت لي اموات كلهم. بس انا بالرغم انهم اموات لقيت اثنين ثلاثه بيجوا لعندي على البيت، 99 اموات بس بتطلع فيهم يعني. لو ما في اموات ما في احياء، شو فيهم اثنينهم؟ ما في يوداس، ما في المسيح، ما في هي، ما في هي. عم بيقولوا لي في ناس صوفيين عم بيجوا على لبنان، شفت كم واحد جوفي صار مش صوفي، بمجرد تقلي بدك تصلي خمس مرات، ما عندي شريعه، ما عندي قانون، هيدا القانون اللي بدق عليه والطبله، ما بقطع صوم تصوم، ما بقطع صلاه تصلي، وقال له بلغ ايه،
الشريعة لقسوة القلوب يا علي. ما بدها كل شو كان في قبل كل هالديانات وقبل آدم وحواء، شو كان في؟ احنا هونيك بهالوجود، انت الوجود، بي ذا اكزيستنس، بكتاب ذا ديفل الشيطان، يا حبيب قلبي سكرت ما فيني إلكم. كل يوم فيني احط كتاب بالانجليزي بحكيها لما برح اكتب، وما في لزوم او شو حكيهن الوف من الكتب، بس انا عايشه بهالجنينه الكونيه، بقطف ورده، بقطف شوكه، بقطف هيك وبقدمها وبقدمها وبقدمها. اذا ما عملت هيك شو بدي اعمل؟ بنتحر. فكرت كم مره بس الاخر قلت له اذا كنت موجود بدي اشوفك، واجا الوجود لعندك. خلاص اول ما شفت الاب عفيف عسيران قليله مسلم يكون خوري، ثلاث اولاد كانوا بالمدرسه، قال له انا بدي اعمل مسيحي وانت بعمل مسلم وانت بعمل درزه بغيره، ونضل اصحاب. لا المسيح مسيحي ولا بوذا بوذي ولا كريشنا، كلنا من روح الله وعيال الله. مين ما عيط لك يا محمد بترد، مين ما عيط لك يا حج ويا حجه. قال له كنت فتش وين في الله، هلا عم فتش وين ما في الله. كتاب اللي اسمه يا حمار ضرب الرقم القياسي في العالم الغربي. انا كنت خايفه عم بقول كلام فيه، يعني حكيني واحد بشكرك يا حبيبي انت، قال لي في كثير وفي صوفيين ومستنيرين وكتبوا عن الحمرنه والاستحمار والحمار. نحن بالضيعة عنا الحمار كان يعرف إذا اللي ركبته بنت أو امرأة أو حاملة صبي أو حاملة بنت، يعرف كيف يكوع. بيي كان يركب على الحمار هو أبو أنطون يجروا بعضهم ويروح من ضيعة لضيعة، وما كان في غيره طبيب بكل بلاد البترون والكورة، طبيب أسنان. وبيي ما درس، ما بيقرأ وبيكتب، كان إذا في أي مشكلة يقولوا روح عند هالأرمنة، هالأرمنة طبيب سنين بيحلها. عنده عشق لعمله. وهيك بدنا نرجع إلى مدرسة البدو، مدرسة حليمة السعدية، المدرسة اللي موجودة. ما بدنا نحط مساجد عنده. السعودية في مدرسة البدو تحت بالوادي. إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. ما فيني إلكن هالبيتاغورس قديش تعذبت تقدرت حطها، ومع إنه عم بكتبها بالإنجليزي وخفت. كيف في لك شو بيقول هون؟ Let form fill with a breath essence to the top of the head. بيقول إنت شكل، بس هالشكل منه كباية، منه إناء، هالشكل فناء، في هوا بس بقلب هالهوا في نفس برانا. ما فيك تعبيها إلا إذا عيونك فتحوا الناصية، وما حدا فيه يفتحها إلا أنت، وما فيك تفتحها إلا بالصيام وصوم وصيام. بعدين أنت عم تاكل عم بتصوم، كل حركة بتعملها إشارة بفهم بعلم بإدراك. كيف بتشلح من إجرك؟ كيف بتنام؟ شو الكلام اللي عم بتقوله؟ يا ريت رقبتي طول رقبة الزرافة قبل ما أقولها. انتبه قبل ما أحكي، في حكي وفي حكاية، في قصة وفي خبرية. ولما رجع بيتاغورس على بلاد اليونان قال لهم ما بقى فيني أعلمكم هالعلم ولا بالأهرام ولا في، ما فيني أحكي. وصار عنده آدمز أبل ما يقدر يقولها.
انتبهوا بس قال شو يسعلوا الاولاد وبيشخوا تحته. بيكون بدي اقول شيء ما بيصير شي بتضربيه. ليش الرجال عنده ادمز ابل مش المرأة؟ هو طاقة انكماش ذكر، هي انفلاش، هي بدها تكتر حكي مشان هيك قال ببيتك بتضلي ما في لزوم، طاقة صعود هي، قال الجنة تحت أقدام الأمهات. هالعلم رجع بيتاغورس حطه، ولكن حطه بصمت العارفين يمشي على الطريق. من العيون من سمائهم تعرفونهم. المسيح وقت اللي قالنا روحوا اثنين اثنين مش تنتكل على بعضنا، نتواكل ونتواصل. ما في زوم تاخذوا معكم كتاب سكريبتشرز، اذا اضطريتوا بتقولوا السلام عليكم. قالوا له بركي ما ردوا علينا، بترجع لكم السلام عليكم 11 حرف، واو ثلاثه بتقراها واو واو، عليكم السلام 11 مدينه 11. هالعلم اذا انت بدك اياه. محمد طلع على الجبل، الجبل ما اجى عند محمد. يلي جايب كل هالاشارات وهالبشارات وهالاخلاق وهالعلم اجى. ليه طلع عمل تامل؟ ليعلمنا. تامل ساعة خير من عبادة 70 عام. يا حبيبي انت. من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، أولادكم فتنة فاحذروهم. لا تملكه حتى تنفقه، مش بالنفاق. بدنا نفتح باب علم أبدان وأديان وقرآن وفرقان وعثمان وعدنان وسمعان وقربان ورضوان وإنسان وميزان، ألف نون وثلاث أحرف. أنت اسأل حالك، محمد كيلاني عاش ب$4 بالشهر، هلا على الهوى وبعد شوي بلا هوى. حطوا جسمه هين، حكيته له شخصيا علماء العالم بيحكوا معه. واولادنا، انا بعرف بي وعنده ولدين هيك، انتم بتشوفون بالجسد اني مش جسد. اسمعوا لهم. العلي مش بالميل، اوشا حط 200-300 روز روز، ساعة بمليون دولار وأكثر، أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء حتى يشيل الكبت. بس يجي واحد يقول له لا عندك سيارات، هلا يقول له ثاني مرة بصير 800. من كلامنا بيعرفنا، من حركاتنا، بس ما احترمنا حالنا. إن شاء الله قريباً الكتاب رح يكون بالعربي اسمه الاحترام. أنا ما احترمت حالي أبداً، احترمت شو قالوا الناس وأمي وبي وأختي وخي وبنتي وابني. شو ما يقول لي ميتشو ما أحترم، قل له أوكي بس كلهم يقولوا ميتشو نقيك واختارك بين نص مليون. بس أهلي قالوا هيك، أنت كيف بتقول هيك؟ أعطاني إشارات وتنفذت. الكتاب رح يكون ريسبكتروم، الاحترام، كل واحد يحترم نفسه، من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة، مش أقل أبدا. كل من حمد الله إيمانا واحتسابا هو محمد. بطلبها منك خينا حسو، أنت عندك الشطح. بيقول لي أنا بخاف بس تشطحي، ما تخاف إن شاء الله. عندنا كم شاب بالعالم العربي وبلبنان، أكثر من اثنين وقوية كثير، بنحبهم يضلوا ببلاد الشام واليمن. جسديا أمهم وبيهم بيشوفون جسد، بس هني مش جسد. هي الجسد بيروح على المدرسة بياكلوا بالشب بينام، بيطلع مع البنت بيطلع مع الصبي، بيروح لهون بيسوق سيارة بورش مرش مدري ايش اسمهم كلهم، هامر ممر، بس عنده هامر مطرقة طن طن طن. بيتنا كانوا هيك كلهم معهم قدوم ويقطعوا حجر خشب شو ما كان، نجار كلهم. بس هيدا المسيح مش ابن النجار، دخلكم مين صدقوا؟ لازم يكون عنده هيك يعني شهرة وبهرة وابراج. بدي الخليفة، انا ما بدي برج الخليفة.
بدي أعرف كل لحظة إذا إجا الموت هلأ وين بتروح. نعم كلكم فيكم تعرفوا فيكم تشوفوها، بتتذكروا واحد من الصحابة أو الخلفاء واحد مؤمن بدهم يقطعوا له إجره، قال لهم أنا وبالخشوع. مرة كنت مع واحد عم بيعملوا له عملية بمستشفى مهم بأمريكا وطلب مني إنه حط إيدي ميت شغل خلات إجا، ضل مفتح عيناه ويحكي بس خلصت العملية، قال لي شيلي إيدي. هو عنده إياها الخشوع بالروح بالنفس بالفكر، أنا بالإيد. مشان هيك أوقات ماشي على الطريق بدق بحد، دخيلك قولي لي شو صار؟ هيك دقيتي فيي؟ بقول له سامحني، بقول لي لا، بقول له أوكي. أنت نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر. كلنا كلنا عيال الله، كلنا نور من نور، الله نور السماوات والأرض، بس مين بيضوي قنديله؟ حلوة هالقصة إن شاء الله بنختم فيها. في اثنين، مرشد ومريد. المرشد معه كيس، قال له دخيلك دخيلك احنا بالغابة، خلينا نركض خلينا نركض بدنا نوصل على المدينة. صار يركضوا 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 يركضوا، بعدين وصلوا على البير، صلوا هيك توضوا ومدري شو، دخيلك انتبه للكيس انتبه للكيس. أخذ كيس فتحه لقى فيه ذهب كبه وحط حجرين بتقلهم ووصلوا لمطرح. قال له دخيلك وين الكيس؟ قال له ما تخاف كب عينا الخطر. قال له شو كبيته؟ قال له فتحتن وكبيتن، افتح شو في بكيسك. وضحك الشيخ وباس اجره للمريد.